ليس مجرد مدرب تولى تدريب الأهلي وحصد بطولة أو اثنتين أو عشرة، ليس مجرد مدرب خاض تجارب كثيرة في عالم التدريب ومنها التجربة الأهلاوية، ليس مجرد مدرب ارتبط اسمه بالجماهير، إنه مدرب حفر اسمه بحروف من ذهب في سجلات النادي الأهلي، ترك بصمة قلما تتكرر، استحوذ على قلوب وعقول الملايين من الأهلاوية. إنه الساحر البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني للأهلي، الذي نحتفل اليوم 9 أبريل بعيد ميلاده 75. سيبقى مانويل جوزيه علامة مضيئة في تاريخ الأهلي بل والكرة الإفريقية بعدما فرض سيطرته ونفوذه على الساحة التدريبية في مصر وإفريقيا سنوات طويلة عبر أكثر من ولاية. لم ولن تنسى جماهير الأهلي مانويل جوزيه، فرغم أنه رحل عن تدريب الفريق منذ سنوات إلا أن سيرته الرائعة وإنجازاته التي سيكون من الصعب تكرارها جعلته خالدا في قلوب الأهلاوية. هو الساحر، هو قاهر إفريقيا، هو قائد الجيل الذهبي للأهلي، هو المدرب التاريخي الذي قاد الأهلي لفرض الأحكام الكروية في مصر وإفريقيا. عندما نتكلم عن جوزيه وإنجازاته سنحتاج وقتا طويلا من أجل منحه حقه بعدما خطف العقول والقلوب خلال سنوات عمله في الأهلي والتي يراها كثيرون رحلة تاريخية صنعت المجد للمارد الأحمر في القارة السمراء. وضع جوزيه خلفائه في مأزق بسبب حجم النجاحات الرائعة التي حققها مع الأهلي بفضل حنكته وحكمته التي جعلت منه أسطورة تمشي على الأرض وأجبرت الجميع على أن يرفع لها القبعة. وحصل جوزيه مع الأهلي على 20 لقبة، هي بطولة الدوري العام وفاز بها 6 مرات، بطولة كأس مصر وفاز بها 2 مرات، بطولة كأس السوبر المصري وفاز بها 4 مرات، بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة السوبر الإفريقي وفاز بهما 4 مرات، فيما شارك في بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات، حصل في المشاركة الأولى والثالثة على المركز السادس وفي الثانية على الميدالية البرونزية. وأطلقت جماهير الأهلي العديد من الألقاب على جوزيه، منها الساحر والعبقري والأسطورة، لكن أشهر الألقاب هو وش السعد، وأطلقته عليه الجماهير عقب عودته من تونس متوجا بكأس رابطة الأندية الأبطال الإفريقية بعد تخطي عقبة الصفاقسي التونسي على أرضه ووسط جماهيره عام 2006.